الرحمن الرحيم. والحمد لله كما ينبغي أن يحمد، والصلاة والسلام على النبي الأمجد عبد القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أخوتي الأعزاء، تهنئة عظيمة من قلب محب لرسول هو أعظم الخلق أجمعين، لحضرة سيدي ومولاي صاحب الأمر والزمان، وأهنئكم بهذه المناسبة السعيدة. واقتطفت من قصيدة عصماء لأمير الشعراء هذا المقطع الذي يشرح ولادة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصابة، وأسجت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقابة. لقد وضعته وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابا، فقام على سماء البيت نورا يضيء جبال مكة والنقابا، وضاعت يثرب الفيحاء مسكا، وفاح القاع أرجاء وطابا. أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا. مدحت المالكين فزدت قدرا، فحين مدحتك اقتدت السحابا. اللهم صل على محمد وآل محمد. مدحت المالكين فزدت قدرا، فحين مدحتك اقتدت السحابة. سألت الله في أبناء ديني فإن تكن الوسيلة لي أجابا، وما للمسلمين سواك حسن إذا ما الضر مسهم ونابا. كأن النحس حين جرى عليهم أطار بكل مملكة غرابا، ولو حفظوا سبيلك كان نورا، وكان من النحوس لهم حجابا. بنيت لهم من الأخلاق ركنا فخانوا الركن فانهدم اضطرابا، وكان جنابهم فيها مهيبا، وللأخلاق أجدر عن تهابا. فلولاها لساوى الليث ذئبا، وساوى الصارم الماضي قرابا. فإن قرنت مكارمها بعلم تذللت العلا بهما صعابا. صلى الله عليه وسلم. قال النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله: أنا دعوة أبي إبراهيم، وبشارة أخي عيسى، ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. صلوا عليه بأعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعوة إبراهيم كانت من بعد بناء البيت في آية عظيمة كريمة: قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم
إنك أنت العزيز الحكيم. الله سبحانه وتعالى استجاب لدعوة خليله فقال: لقد من الله على الذين آمنوا إذ بعث فيهم رسولا يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الآن هنا التفاتة في دعوة إبراهيم، تأتي التزكية من بعد تلاوة الآيات ومن بعد تعليم العلم أو الكتاب والحكمة. وفي المن في الآية الثانية أتت التزكية في بداية الشوط الذي يقطعه الإنسان، إذ أنه يسمع كلمات أو آيات الله وبعد ذلك يتعلم العلم والحكمة. إنسان يسأل يقول هنا تناقض، أنه في دعوة إبراهيم التزكية أتت في آخر المطاف، وفي المن أتت التزكية في بداية المطاف. لحل هذا الإشكال أضرب لكم مثلا بسيطا. الآن أنت جائع أو عطش وتريد أن تشرب ماء أو تأكل طعاما يسد فرغة العطش أو فرغة الجوع، وكان الإناء وسخا، ماذا تعمل؟ أول شيء تنظف الإناء قبل أن تضع فيه ماء أو تضع في الإناء طعاما، يعني ما معقول الإنسان يأتي إلى إناء وسخ وبعد ذلك يضع فيه الشراب أو يضع فيه، اللهم إلا الذي فقد عقله، الذي فقد عقله هذا الشيء يذكر، كان عنده واحد بالجيش معنا، هذا يقول أنا آخر الصعاليك. في أحد الأيام هذا عنده كلمات كثيرة، ذهب إلى المتقدم وكان يعمل بالقلم فيأخذ الرسائل ويجلب الرسائل، فحينما قد ذهب إلى الخط المتقدم الجبهة قال للجنود أنا عطش، قالوا هذا إناء وهذا الحب اشرب من عندما، هذا أخذ إناء مسحه بكمه ظهر بوسخ وشرب الماء، قال شوفوا ما تعجبتوا، قال لماذا تعجب؟ أنت أخذت إناء وشربت الماء، قال أحمد حسن البكر حينما شرب في طاسة ماء أخذ الصور وكبروها وعلقوها في البيوت، وهذا ماء جايبين طاسة نظيفة وأنا أخذت طاسة من الأرض وسخة، شو ما تعجبت يعني مصيبة المصائب. فشاهدنا بكلام أن العلم أيها الأخوة صحيح أن نهاية المطاف هي التزكية، ولكن هذا الإناء الذي هو القلب والنفس لا تحتمل العلم إلا أن يزكيها الإنسان، كما يزكي الإناء الذي يشرب به الماء أو يأكل به الطعام كذلك عليه أن يزكي نفسه. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني، قدمت التزكية في الآية الثانية لأن الغاية هي التزكية، والتزكية لا تحصل إلا بالعلم، لأن الذي يريد أن يزكي لسانه من الفواحش من الغيبة من النميمة، كما قلت لكم في حديث سابق أن آفات اللسان تبلغ 30 آفة، آفة الفحش، آفة الغيبة، آفة الكذب وآفات كثيرة. الذي يريد أن يزكي لسانه عليه أن يتعلم، بأن هذه الغيبة من الكبائر، الكذب يزري بالإنسان، النميمة تفرق الناس، فغاية ما يصل إليه الإنسان هو التزكية، والتزكية لا تحصل
إلا من بعد تلاوة الآيات وتعلم الكتاب والحكمة. هذه الدعوة دعوة عظيمة من أبينا إبراهيم عليه السلام، ولكن في علمه كل الأنبياء من عهد آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام كانوا يعلمون بأن نبيا عظيما هو سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء سيبعث لأمة هي آخر الأمم في التسلسل الزمني في الخلق، في مدارج الخلق نحن آخر الأمم زمنيا، ولذلك ادخر الله لنا كتابا عظيما ألا وهو القرآن المجيد، وادخر لنا نبيا عظيما هو أعظم الأنبياء ألا وهو محمد ابن عبد الله الصادق الأمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله حينما سأله جابر هذا الصحابي الجليل قال ما هو أول شيء خلقه الله سبحانه وتعالى؟ قال اعلم يا جابر إن الله أول شيء خلقه هو نور نبيك محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومن هذا النور الله سبحانه وتعالى خلق نور علي ونور فاطمة الزهراء عليهما السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومن اجتماع هذين النورين الله سبحانه وتعالى خلق أنوار الأئمة المعصومين من نسل علي وفاطمة الزهراء عليهم السلام أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال النبي صلى الله عليه وآله نبئت، يعني أتت النبوة، وآدم بين الماء والطين، حينما خلق الله آدم في هذه الفترة بين الماء والطين كان النبي مخلوق، وخلق قبل آدم بخمسمائة عام، وكانوا أنوارا حول العرش وعلموا الملائكة التسبيح والتحميد والتهليل. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولذلك إبراهيم عليه السلام كان عنده علم بالذي سيأتي في آخر الزمن ألا وهو محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. كذلك عيسى عليه السلام، عيسى قال وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة والإنجيل ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكاتب قصص الأنبياء عبد الوهاب النجار يقول في أحد الأيام التقيت بأحد المستشرقين، وهذا قد أخذ شهادة دكتوراه باللغة اليونانية، فسألته سؤالا قلت له ما معنى الفارقليقة؟ فارقليقة تترجم إلى المعزي ولها ترجمات حقيقية. قال الفارقليقة هي كثير الحمد، وهذا على لسان عيسى عليه السلام سيأتي من بعدي الفارقليقة، يعني الكثير الحمد. فقلت له ما أشبه هذا بالآية التي تنص
ومبشرا من بعد بنبي اسمه أحمد، وأحمد يعني كثير الحمد. فالله سبحانه وتعالى أسمى هذا النبي العظيم أحمدا في السماء ومحمدا في الأرض، لأنه كثير الحمد ومحمودا من قبل الناس، فهو أحمد ومحمد ومحمود. أنا رأيت في موسوعة المصطفى صلى الله عليه وآله مجلدا ضخما لأسماء النبي وألقابه، مجلد ضخم فقط للأسماء، ومجلدا ثاني لزوجات النبي يوم القيامة، زوجات النبي في الجنة. يعد بعض الزوجات التي سيتزوج منهن النبي يوم القيامة، وكذلك مجلدات أخرى عن غزواته، مجلدات عن كلامه، يعني موسوعات عظيمة هي موسوعة المصطفى صلى الله عليه وآله. فهذا الرجل بعد ذلك يقول، قال لي كلمة وذهب. قال لي أنك كثير الحفظ، يعني تحفظ من آيات الإنجيل وتحفظ من كتابكم المقدس. هذا يذكرني برجل التقاه أحد علمائنا الأجلاء في مكة، كان بينهما مناظرات. فقال يقول هذا الرجل العالم من أبناء العامة، سألني سؤالا، قال كم تحفظ أو كم لديك من الأدلة على أن الخليفة من بعد النبي هو علي بن أبي طالب عليه السلام؟ قلت له ما يبلغ 10 أو 15 دليلا. قال اعلم أنا عندي 1000 دليل على أن الخليفة من بعد النبي هو علي بن أبي طالب. قلت له ولماذا لا تؤمن إذا عندك الدليل؟ قال إنا وجدنا آباءنا على أمة ونحن على آثارهم مهتدون. إنه بعض الناس كهذه الشاكلة. الآن كل حدث عظيم أو كل مولود له قيمة في الوجود هناك إرهاصات، إرهاصات إما قبل الولادة، أحداث قبل الولادة أو أحداث أثناء الولادة. فمثلا من الإرهاصات أو الأحداث التي حدثت أن عبد المطلب حينما أمر أن يحفر بئر زمزم أتى إلى مكان هذا البئر الذي عفى عليه الزمن، وحينما وجد أسلحة وذهبا وأموالا أتت قريش تنازعه، قال لقد استضعفتموني لأن عندي ولد واحد، نذر علي أو لله علي نذر، لو رزقنا الله بعشر من الولد لأذبحن واحدا قربانا إلى الله سبحانه وتعالى. عبد المطلب شيخ قريش، والله سبحانه وتعالى أمضى له 5 سنن، هذا إذا نفذ المسألة ستصبح سنة وتبقى إلى يوم القيامة. يعني كل واحد ينذر، إذا الله سبحانه وتعالى رزقني كذا من الولد أقدم واحد من عندهم إلى الله سبحانه وتعالى. فحينما تزوج من النساء ورزقه الله 10 من الولد أتى يقتمع بين أولاده، خرجت القرعة 3 مرات على عبد الله، وعبد الله قد وصلت في صلبه نطفة النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله. وكان هذا الرجل محبوبا من قبل الناس، كان وسيما ذو شخصية عالية، فاعترضه قريش، اعترضته قريش، قالوا كيف تذبح هذا الرجل هذا الولد؟
فكل واحد من أخوته يقدم نفسه. العباس يقدم نفسه، أبو طالب يقدم نفسه، قال إلا عبد الله، أنا لا أخالف البضعة والاستخارة لأن خرج على عبد الله. وإذا برأي حصيف من أحد الأشخاص قال له يا عبد المطلب فلنذهب إلى الكاهن أو الكاهنة لنجد عندها حل لهذه المسألة العويصة. فذهبوا إلى كاهنة اليمامة وإذا بها تقول كم دية القتيل عندكم؟ قال 10 من الإبل. قال ضعوا 10 من الإبل وضعوا تجاهها عبد الله واضربوا القداح، فإذا خرجت على عبد الله زيدوا في عدد الإبل، فكانوا يزيدونها 20-30 إلى أن وصلت إلى 100 من الإبل وكان الناس يترقبون، وصل 90 وكل ساعة تطلع على عبد الله. فحينما وضعوا 10 من الإبل الناس كانت تتبقر، وإذا بالسهم يخرج على 100 من الإبل، ولذلك نجى الله سبحانه وتعالى جد النبي إسماعيل بذبح عظيم، وأنقذ عبد الله 100 من الإبل. وإذا قال نبينا محمد صلى الله عليه وآله أنا ابن الذبيحين. هذه الإرهاصات الأولى. أما الإرهاصات الثانية، كانت الشياطين تقعد مقاعدا في السماء تسترق السمع وتستخبر الغيب، ولكن في ليلة عظيمة سعيدة كمثل هذه الليلة صعدت الشياطين إلى السماء، وإذا بشهب، على الشهب بعضهم العراقيين عندهم مثل نقلته أو سمعته عن أحد الخطباء، هذا من العراق يشوف هذا الشهب ماذا يقول؟ يقول زرق نجم الله وكتل عدو الله. هذا النجم شلون يزرق؟ يعني إذا تحرك النجم، يعني النجم مثل الشمس إذا تحركت من موقعها مدت دنت شوية للأرض أميال، ستكون قاماتنا يعني كالأضعاف هذه القامة، يعني قامته متر ونص يصبح 5 متر، يعني راح يطول. هسه واحد يقول لي وما هو الدليل على ذلك؟ الدليل أنه الشمس لأنها عمودية وقريبة إلى خط الاستواء تجد العمالقة وين؟ في خط الاستواء، والذين تبعد عنهم الشمس اليوم بالمنطقة القطبية تجدهم أقزاما لأنه الشمس بعيدة. ولكن هذه شهب، فحينما رأت الشياطين هذه الشهب قال إبليس لقد حدث أمرا عظيما، فلأستطلع ماذا حدث. وإذا بآمنة بنت وهب تلد أعظم إنسان في الوجود ألا وهو سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. العلامة الثانية، علامات كثيرة، أنا لا أريد أن أطيل بالعلامات ولكن آتي ببعض العلامات. هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية أن المجوس، تعلمون أن المجوس ماذا يعبدون؟ يعبدون نارا أوقدوها، هذا أوقدوها من سنين طويلة ولم تنطفئ، ولكن خمدت هذه نار المجوس حين ولادة المصطفى صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. كسرى عنه شروان طاف عليه في عالم الرؤيا أن 14 شرفة من شرف قصره انهدمت حينما استيقظ. فعلا انهدم من قصره 14 شرفة على عدد المعصومين 14. كذلك هناك بحيرة تسمى بحيرة سارة،
هذه البحيرة غابت ولم تكتشف إلا في السبعينيات من القرن الماضي، أنه طفحت. وهذه لها خاصية أنها مرتفعة عن الأرض ولكن لا يسيل ماؤها ولا ينحدر. هذه بحيرة ساوة غابت حين ولادة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. النبي ولد يتيما، ولذلك الله سبحانه وتعالى بعضهم يقول أن القرآن من تعريف محمد صلى الله عليه وآله، فإذا كان من تعريف النبي يعني بدأ ما يذكر لنا قصة يوسف عليه السلام بمئة وعشر آيات من ولادته إلى حين تسلمه إلى الملك ومجيء أهله من البادية إلى فلسطين. هو بيكتب أيضا قصة حياته في سورة متكاملة. مثلا أنه ذكر عيسى عليه السلام أو موسى عليه السلام بمئة وعشرين مرة، فلماذا لم يذكر اسمه الشريف غير خمس مرات في كتاب الله؟ يعني لو كان الكتاب من تعليم محمد صلى الله عليه وآله لكتب سيرته، ولكن القرآن لم يذكر من سيرة النبي إلا أنه قد كان يتيما وأنه ظل كان ضالا، سيأتينا معنى الضلالة، وأنه كان عائلا. أما مسألة اليتم، أنا قرأت معنى لطيفا لليتم، أنه بعض الناس يعتقد أن اليتيم فقط هو الذي فقد أحد أبويه، إما الأب أو الأم أو كلاهما، ولكن لليتيم معاني ثانية أيها الأخوة. ماذا من معاني اليتيم؟ أنه الذي يلقى أما تخلت أو أبا مجهولا. الأم ملتهية بالطلعات، والأب ملتهي بالعمل، والأولاد يسرحون ويمرحون. هذا يتيم، هذا الأب الذي يتخلى أو الأم الذي تتخلى، هذا يتيم. هذا النوع الثاني. النوع الثالث أتى به أحد الأئمة سلام الله عليهم وردده السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، قال لأحد الخطباء أحد تلامذته: اذهب للمكان الفلاني فإن فيه أيتام محمد صلى الله عليه وآله. فمعنى اليتيم هنا الذي لا يجد عالما يسأله ولا مرشدا يرشده في أمور دينه. كذلك اليتيم هو الدرة اليتيمة، الدرة الناصعة الكبيرة التي لا مثيل لها. فالله سبحانه وتعالى وجد محمدا درة يتيمة فآواه لنفسه، لأنه أعلى الخلق أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما الضلالة، بعض الناس يعتقد أن الضلالة ضد الهدى. حاشا لرسول الله أن يكون ضالا بهذا المعنى، ولكن حين ولادته العرب كان عندهم سنة أنه يرسلون أولادهم مع المرضعات، لأن هذه المرضعات تعيش في الصحراء، عظامها قوية، عندها عضلات، حليبها يكون مغذي. كذلك هذا يستنشق الهواء الجيد في البادية، فكل عام تأتي المرضعات إلى مكة. فحينما أتى المرضعات سمعنا بهذا الوليد بأنه يتيما فقيرا، فعافته جميع المرضعات إلا مرضعة واحدة سألها عبد المطلب: ما اسمك؟ قالت: اسمي حليمة، حليمة السعدية. قال: حلم وسعد يا بشرى. هذه بشارة جيدة، أن بعض الناس يتخذون من الأسماء. في أحد الأيام أتى رجل إلى الخليفة الثاني
قال ما اسمك؟ قال اسمي سقى. ما اسم أبيك؟ لبا. ترك بيتكم. فبعض الناس تستنتج من بعض الأسماء هذه التسمية. فقالت أين وليدكم؟ قال اذهبي إليه فإنه في تلك الحجرة. ذهبت إليه تقول كان مغطى بملاءة حينما كشفت عن وجهه وإذا به يبتسم في وجهي. فحينما ابتسم صلى الله عليه وآله يقول دخل حبه في قلبي. فكان ثدي لم تذق زادا، فكان ولدها لم يشبعه حليبها، وإذا بالنبي يلتقم ثديها وإذا بالحليب يدور. صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقد أقبلت هي وزوجها. زوجها كان يركب بعيرا هزيلا لا يقوى على المسير، وهي تركب أتانا أيضا هزيلا يكاد من الإعياء ومن قلة الغذاء لا يقطع مسافة. وإذا حينما قدمت بالنبي وإذا بهذا الأتان ترجع له عافيته، وإذا بالبعير يسبق جميع الجمال، سبق القافلة التي أتت بها المرضعات. فقلنا لها يا حليمة كنت قد تأخرت عنا، فما الذي جعلك تسبقين الآن تتقدمين علينا؟ قال بفضل هذا الوليد الذي أحمله محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآله. كما كان عيسى عليه السلام مباركا كذلك محمد مبارك. وهناك التفاتتين لأحد الكتاب لكاتبين. الكاتب الأول يقول أن محمد يبتدئ بحرف الميم وفي أوسطه ميما، والإنسان العربي حينما ينطق حرف الميم يضم الشفتين، يعني الميم تخرج من وسط الشفتين، فأنت تقبل محمدا في بدايته وتقبله من وسطه. اللهم صل على محمد وآل. وفي الحساب الأبجدي الذي نطقت أمامه على أسماعكم، الألف مثل تأخذ رقم واحد إلى الياء، تتذكرون الحساب الأبجدي؟ لو حسبت اسم النبي المصطفى لوجدته 132، ولو حسبت القلب لوجدته 132، أي أن محمد قلب كامل. ولو حسبت اسم الإمام علي لوجدته سليما، فالذي ينجو يوم القيامة هو الذي يأتي بقلب وقلبه فيه حب محمد وعلي. اللهم صل على محمد وعلي. ولذلك هما الصراط المستقيم الذي يدعو كل شيعي أو كل مسلم 10 مرات في اليوم اهدنا الصراط المستقيم، أي اهدنا إلى صراط محمد وعلي. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا النبي العظيم يقول ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. كم واجهته هذه الأمة، ولكن انظر الله سبحانه وتعالى جمع لنبينا المصطفى اسمين من أسمائه، فقال وبالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا الإنسان العظيم الذي نحتفل فيه بمولده هذه الليلة، نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العمل بسنته والسير بسيرته، ونطلب من الله سبحانه وتعالى أن ينيلنا شفاعته يوم القيامة، لأن الله سبحانه وتعالى وعده بالعطاء الكامل، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألا وهي الشفاعة. والذي لا يطلب الشفاعة من النبي فهو من الخاسرين.
صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إخوان عنده سؤال استفسار عن حياة النبي أو عن أسئلة، سألني أحد الأخوة الأعزاء سؤالين وأنا أسألكم بدوري هذه.